الإبداع لا يقف عند حاجز معين ولا يقتصر على مجال دون آخر. الآن أترككم مع عرض الفنون القتالية وتحديدا التايكوندو. الكابتن والمدرب سامي محمد. صفوا لهم يا جماعة، صفوا لهم. يا جماعة اللي قدام حاسبوا ها؟ ترى لكم لوح ولا شيء؟ إيه لكم شيء ولا هاي إحنا خلي مثلا. الممثل الغدير احمد المبارك قاعد يشوفني شكله خايف. شكله كبر خلاص. مرسين؟ شو شايف بدنا معك نساوي؟ Thank you.
طور اختي الدانر ان شاء الله طور بنت الفريق شكرا للكابتن سامي محمد مركز الامبراطوري على هذا العرض الرائع استنصر بيه.